شوفي غير جايزه كي مهرسه علينا، وملي كنقولهم نصلحوك يقول لك شغادي تصلحي، ما كاينش لا صلح لا ياجور لا والو. ها ها القصر ها نتوما تشوفوا على حالتنا، ملي كتجي الشتا جفاني سطوله واحد الحاله، لا والحمله تدخل علينا من الشانطي، حالتنا ها نتوما تشوفوها. غادي تدخلي للكوزينه وشوفي، ماشي غادي اللي عنده ها انت ها شوفي هنايا عاود طايحه علينا ها شتي ها شوف حالتنا كي دايره. دخلوا الشريف دخلوا دخلوا لداخل دخلوا دخلوا ها نتوما ها وعاد جاو قال لك داك النهار خصكم تخرجوا شوفوا فين تمشيو تسكنوا. قلنا له فين غنمشيو؟ ما عندناش فين غادي نمشيو، قال لك ولا عندكم شي عائله عائله غتهزنا. شدوا هاد الدار فيها جوج سكان. نعم. راه جوج ها دخلوا ها لوسي هنا ها البيت لوسي ها البيت ديالي ها دخلوا دخلوا زيدوا ها ها نتوما ها هذا البيت ديال لوسي وهذاك البيت ديالي. حنا فارقين كل واحد بالبويت ديالو. هي عندها ثلاثة د الأولاد، أنا عندي خمسة د الأولاد. علاش يقول لكم دابا خرجوا؟ قال لك خرجوا ضري تسريب عليكم. ها شوف ها حالتنا ملي كنقول لهم نصلحوا ها ها انت دابا هادي اللي هبطت على الدراري ماشي يموتوا. قال لك خرجوا طلعنا من القيادة قلنا لهم فين غنمشيو؟ قال لك لا عندكم شي عائلة. ما عطاكمش البديل؟ ما تزعش شي حاجة خرجوا صافي غير كسيو شوفوا وين تمشيو. يلا واش العائلة غتهز لينا بخمسة د الأولاد؟ ما غاتهزش بوحدك وبوحدك وما تهزش. إلا مشيتي ضياف عندها ماشي بحال اللي غتمشي تسكني. دابا هذه هنا راه 10 سنين تقريبا يمكن 10 سنين هكا وحنا هنايا. واش بنيتي ولا شريتي؟ لا شاريه شاريه من شي واحد بالي شاريه مع واحد الراجل فوق هاد المراه هذه اللي هنا شرينا حنا ولوسي لوسي النص وانا النص. هاد البلاصه هنا ايوا انا شاريه ولكن لوسي قلت لك بيت وانا بيت هربي ديالي انا الكوزينه ها جهتها ها جهتي كلشي كلشي ها مقسم عندنا ها دخلوا زيدوا دخلوا ها جهتي ها جهت لوسي مرت لوسي اللي كطيب انا كنطيب هنا كل واحد الجويها ديالو. واش غنديرو والله الا خمسه د الوليدات عندي بالله الا خمسه د الوليدات وهي عندها ثلاثه د الوليدات الله يحسن العون ماشي واش غنديرو ها انتم الحاله ديالنا وعاد يقول لك خرجي فين غنمشي؟ فين عندي غادي نمشي؟ لا عدو يقول لكم خرجوا القياده لا موجدين لكم شي بلاصه لا قال لك سيري تخرجوا تشوفوا فين تمشيو. قلت له فين غنمشي؟ قلت له عندكم شي عائله بدي ترب عليك الدار قلت لهم خلينا اللهم نموتوا في ديورنا. انا ما عنديش فين نمشي. طلعنا وطلعنا بنا بولادنا ما درنا حتى حاجه. مشيتوش ما مشيناش حدنا القياده هنايا. كل ساعه نقدم الخليفه يجيب لك الورقه يقول لك هاك راه مسنيه عند المخزن تخرجي الافراغ.